إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله سبحانه تبارك وتعالى عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه